صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. النهاردة عندنا موضوعات كتير جدا هنتكلم فيها، لا صوت يعلو فوق صوت مباريات الدوري المصري الممتاز، المباريات المثيرة والممتعة في نفس التوقيت، دوري ناير، مباريات طبعا تابعناها امبارح وشفنا قد إيه المتعة والإثارة. وطبعا هيكون عندنا مجموعة من مباريات اليوم، هكون مع حضراتكم بنستعرض أبرز موضوعاتنا الرياضية لمدة ساعة ونص من دلوقتي. هكون معاكم فرح علي في صباح On Time. مباريات الدوري المصري الممتاز دوري نايل والجولة الخامسة واللي بدأت امبارح بمباراتين، فاز بيراميدز على المصري بورسعيدي بنتيجة 3-2 مقابل 2، وام بي فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2-2. نبتدي معاكم بالمباراة الأولى، مباراة بيراميدز اللي كانت الساعة 4 العصر مع المصري بورسعيدي واللي كانت واحدة من أجمل مباريات الدوري حتى الآن. انتهت زي ما قلنا بفوز بيراميدز 3-2. سجل بيراميدز في نهاية الشوط الأول في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضايع عن طريق فيستن مايلي المهاجم الكونغولي واللي راهنا عليه واتكلمنا عليه في بداية الموسم أو في فترة الإعداد، يعني بما صح كده في التوقيت المهم جدا اللي كان بيراميدز بيستعد فيه لبداية الموسم بعد التعاقد مع المهاجم علشان يثبت للجميع أن مهاجم من طراز فريد وأنه فعلا هو كارت رابح لفريق بيراميدز. في بداية الشوط الثاني بيضيف مصطفى فتحي اللاعب المتألق في صفوف بيراميدز ومنتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 48. بعدها بيعدل النتيجة محمد الشامي الصفقة الجديدة لنادي المصري بورسعيدي، وطبعا اللي جه من فريق الإسماعيلي وكانت صفقة انتقال حر من الصفقات القوية والمؤثرة. طبعا الهدف ده كان في الدقيقة 82 علشان تبقى النتيجة 2-1 وتبقى المباراة نقول عليها على صفيح ساخن في التوقيت ده، لغاية ما بيقرر في الدقيقة 85 فيستن مايلي ان هو يضيف الهدف الثالث لبيراميدز والثاني ليه، لكن الجزائري جراز احد صفقات النادي المصري البورسعيدي الجديدة بيسجل في الدقيقة 88 لغاية ما انهى حكم المباراة محمود باسيوني الامور بفوز غالي لبيراميدز، ومدربه المتألق جيمي باشيكو بثلاثية مقابل 2. رفعت طبعا رصيد بيراميدز للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب دوري المصري الممتاز. في المقابل بيتوقف رصيد المصري بورسعيدي مع مدربه الكابتن علي ماهر عند النقطة 9. خلال المباراة وأثناء تغيير مروان حمدي هتوقف معاكم عند الجزئية دي لأنها مهمة قوي وبتخلينا يعني نشوف كده إنه الدوري مبتدي بدري بدري، ومعتدين إنه بيكون في المواقف دي أو في اللقطات دي خلاص يعني بنعديها، بنقول حماس زيادة، بنقول بنقول بنقول، لكن للأسف ابتدينا في المواقف دي بدري بدري في الدوري. مروان حمدي حصلت وقعة ما بينه وما بين جماهير المصري البورسعيدي ودفعت مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي إن هو يصدر بيان رسمي بيعلن فيه خصم 1,000,000 جنيه من مستحقات اللاعب وإحالته للتحقيق. طيب إيه تفاصيل الحدوتة؟ الحدوتة إنه في التوقيت العادي اللي معتادين عليه عند تغيير أي لاعب في أي مباراة بنشوف مع حضراتكم اللاعب بيخرج
بشكل عادي جدا، وبيكون في روح الرياضية اللي بتقول انه لا في لاعب تاني هيشارك مكاني، او في رؤية فنية للمدير الفني عايز ان هو يشرك لاعب تاني في التوقيت ده، او ارض الملعب او طريقة اللعب بتحتم على المدير الفني انه يعمل التغيير ده. هو مش عند في اللاعب، هو مش علشان ضد اللاعب، هو مش عشان لا عادي، ممكن يكون مش موفق يوميا، ممكن يكون ما قدمش المطلوب منه، عادي وارد، دي حاجة معروفة في كرة القدم. الحقيقة انه مروان حمدي لما اتغير في التوقيت ده طلع غضبان، توجه يعني في اتجاه الجمهور وبصق. التوقيت ده او اللحظة دي جماهير المصري بورسعيدي بالتأكيد زعلت، بالتأكيد اتضايقت، وعلشان كده ما بعد المباراة تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ من اللاعب. وده في عالم السحرة المستديرة او اتخاذ اي قرار تجاه اي لاعب، مش فقط الامور بتنتهي عند فكرة ان اللاعب يصالح الجماهير، الامور بقى هنا خلاص بتكون تبع مجلس الادارة والقرارات السليمة الخاصة بالقوانين والقواعد اللي موجودة في اي نادي. بنتمنى انه المشاهد دي ما نشوفهاش بتتكرر، بنتمنى انه الحماس الزائد من اي لاعب او انه يكون بيتمنى انه هو لا عايز يكمل بقية المباراة، وانه طبعا مش سهل على اي لاعب ان هو يغادر ارض الملعب، وان هو ما يكونش حقق اللي هو عايزه. ولكن برضو هقول انه مش بس حماس زايد، ومش بس انه اللاعب يكون عايز يستكمل ما باقي المباراة، لكن بتكون في امور تانية خارج كل الحسابات لها علاقة بقواعد وبقوانين اي لاعب بيخرج عن النص طبيعي لازم يكون في قرار تجاهه. طيب نروح مع حضراتكم للمباراة التانية واللي احتضنها ملعب المقاولين في الجبل الأخضر وجامعة ما بين فريق أمبي مع نادي الزمالك. وزي ما توقعنا قبل كده دايما ماتشات نادي الزمالك وأمبي بتيجي خارج كل التوقعات، ملهاش مقاييس باختلاف المدير الفني. يعني هنا بقى لازم نتوقف، يعني على مدار كل الفترات والسنوات اللي فاتت مع تغيير حتى المدير الفني لفريق أمبي بتلاقي دايما مفاجآت في المباريات دي. امبارح بينجح نادي أمبي في استغلال الدفعة المعنوية الأخيرة بعد ما حقق أول فوز ليه في المسابقة على حساب فريق البنك الأهلي بثلاثية، نجح في الفوز على نادي الزمالك بالأمس بهدفين مقابل هدف. هنقول إنه كان أداء تكتيكي رائع ولا أجمل من الكابتن تامر مصطفى، بيسجل في البداية عن طريق اللاعب زياد كمال في الدقيقة 22، بعدها بيتسبب بعدها زياد كمال في ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك. ركلة الجزاء كانت في دقيقة 30، بيسجل منها أحمد السيد زيزو هدف التعادل في الشوط الأول، بعدها كان يقدر نادي الزمالك إن هو يضيف هدف تاني لكن ما استغلش الفرصة. تابعنا مع حضراتكم حالة من البرجلة في التشكيل وتغيير المراكز، عدم اللعب براس حربة في المباراة، شفنا الاثنين راسين حربة متواجدين خارج أرض الملعب، كل التفاصيل دي أثرت بشكل كبير جدا إن ما يكونش في فعالية هجومية حقيقية لنادي الزمالك في المباراة. في الشوط الثاني كابتن تامر مصطفى مدرب نادي أمبي بيعمل تغييرين، والتغييرين دول كان ورا بعض. بعد التغيير بحوالي 4 دقايق بيسجل أحمد أمين أوفا الهدف الثاني في الدقيقة 68 علشان يقلب موازين المباراة لصالح أمبي اللي كان فرض طريقة لعبه تماما مع كابتن تامر مصطفى على أجواء شوط المباراة الثاني، وطبعا في توقيت حرج جدا لنادي الزمالك. برغم تغييرات مستر أسوريو اللي كانت متأخرة واللي دفع مرة واحدة بالثلاثي سيف الدين الجزيري ومصطفى الزناري وإبراهيم أناداي، وقبل النهاية بدقايق بينزل سيد نيمار وأشرف رؤى، لكن بتظل نتيجة المباراة هي تقدم أمبي بهدفين مقابل هدف، علشان يحصد فريق أمبي 3 نقاط غالية جدا من تاني فوز على التوالي ويرفع رصيده للنقطة 7، ويتوقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8. وصلنا معاكم للتوقيت اللي بستعرض معاكم التصريحات الخاصة ما بعد المباراة. أسوريو طبعا كان ليه تصريحات قالها هامة جدا ما بعد المباراة، بيقول سيطرنا على مجريات الأمور أمام أمبي، خسرنا بخطأ في التمركز. وطبعا يعني التصريحات دي همت قوي جمهور نادي الزمالك اللي كان بيتكلم فيها أسوريو على الأمور الفنية، واللي طبعا
جماهير بتكون محتاجة رد على أسئلة كتير قوي بتدور في ذهنها. بيقول انه فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الامور في مباراه ام بي في مسابقه الدوري المصري الممتاز، وبيقول كمان ان الزمالك استحوذ على الكوره وخسر بكوره ثابته بالرغم من وجود 7 لعيبه من الزمالك في منطقه جزاء الفريق مقابل 4 لعيبه من المنافس. كان في خطا في التمركز وهيشرح ده في التدريبات، وكمان اعترف بخطاه الكبير ان هو ما لعبش بمهاجم صريح، وبيقول أنا اتأخرت بهدفين وكان لازم أن أنا ألعب بثنائي هجومي صريح علشان أعوض التأخير ده. كمان بيقول المباراة السابقة لعبت ب3 لعيبة في الدفاع وحققت الفوز بخماسية، والنهاردة اعتمدت على 4 لعيبة أمام أمبي وخسرت بهدفين. عشان كده عايز يقول أن الموضوع ملوش قاعدة في الجانب الدفاعي ولكن ليه قاعده في الجانب الهجومي، لانه تعلم من خطا ان هو ما لعبش براس حربه صريح، لكن شايف انه الجانب الدفاعي رغم ان هو لعب ب4 في خط الدفاع ولكن رغم كده خسر، لعب ب3 في المباراه اللي قبلها ولكن كسب بخماسيه. النهارده عندنا 3 مباريات في دوري نايل، مباريات اليوم في دوري نايل في الجوله الخامسه نستعرضها مع حضراتكم. الساعه 4 العصر هيكون في لقاء ما بين فاركو والجونه، والمباراة الثانية هتجمع ما بين فريق الاتحاد السكندري والمقاولون العرب الساعة 7 مساء. في نفس التوقيت أيضا 7 مساء زاد هيكون على موعد مع فريق سموحة. خلونا نتابع ونشوف مباريات اليوم الثاني من مباريات الجولة الخامسة لدوري نهار ونستمتع بالمتعة والإثارة عبر شاشة قنوات On Time Sports. كل يوم بيكون لنا لقاءات مع الجماهير، بنطرح طبعا عليهم أسئلة مختلفة، بنكون عايزين نعرف وجهة نظرهم وآرائهم. النهاردة هيكون سؤالنا عن نادي الزمالك، واحد من قطبي الكرة المصرية ومن ضمن الأهم في القارة. نادي الزمالك بيعتبر أكثر نادي تتويجا بدوري أبطال إفريقيا في القارة برصيد 5 ألقاب، رغم أنه آخر ألقابه كان سنة 2002. علشان يكون سؤالنا النهاردة، كم مرة وصل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟ تعالوا نشوف إجابات الجماهير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كم مرة وصل فريق الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟ نهائي دوري أبطال إفريقيا 12. 7 مرات. 7 مرات؟ اكيد اكيد. لا هو تقريبا 4 مرات. ممكن 7. 7. 5 مرات تمام، واتنين هزيمه يبقوا 7، او ممكن نقول مثلا وصل 7 مرات. 5 مرات. انت واثق من نفسك قوي؟ لا 6 مرات. هو بيتهيألي خد دوري ابطال 5 مرات بيتهيألي، او 6. وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا كم مره؟ بيتهيألي 5. 7 مرات. اخد البطوله 5 مرات وخسر مرتين في النهائي. نادي الزمالك هو أكتر تاني نادي بيتوج بدوري أبطال إفريقيا، بيوصل نادي الزمالك للنهائي 8 مرات، بيفوز في 5 بطولات وبيخسر في 3 نهائيات، ده تاريخ نادي الزمالك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. لو اتكلمنا على قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك طبعا هما الأكثر متعة وإثارة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، واللي دايما بيشاركوا ودايما بيقدموا أداء رائع، ولكن النادي الأهلي يعني زي ما شفنا مع حضراتكم متوج بآخر لقب ودايما إلى مسيرة من النجاح، ودايما بيكون حريص انه يتماسك ببطولة دوري ابطال افريقيا لان بيكون ليها طعم تاني خالص عند جماهير النادي الاهلي. نادي الزمالك في الموسم ده بيشارك في مسابقة الكونفدرالية الافريقية، بنتمنى طبعا كل التوفيق للثنائي في البطولات الافريقية معاهم بيراميدز طبعا في دوري ابطال افريقيا وايضا فيوتشر في مسابقة الكونفدرالية الافريقية. نروح معاكم للتوقيت اللي بنستعرض معاكم بقى فيه الأمور الخاصة بالتفاعل، ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة اللعبة. تفاعلنا النهارده هيكون من خلال سؤال الحلقه، وهو طبعا ان كتير مننا بيحب الدوري الانجليزي بنجومه هالاند وصلاح، وطبعا يعني الدوري الاسباني مع بلينغهام وانطوان جريزمان، والفرنسي نجمه الاول امبابي. طيب لو انت عندك فرصه تختار لاعب من افضل اللعيبه في العالم ينضم لفريقك وناديك عنده امكانيه ان هو طبعا يتعاقد مع لاعب واحد عالمي
ممكن تختار حد من اللعيبه اللي قلناهم او تختار لاعب تاني. تعالوا نروح للسؤال اللي متوقع ان انتوا بقى تقولوا لنا رايكم فيه، من هو اللاعب العالمي اللي تتمنى انضمامه لفريقك؟ منتظراكم تتفاعلوا معنا على مدار الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بشبكه قنوات اون تايم سبورتس، وفي اخر الحلقه بنستعرض معاكم ابرز التعليقات. نروح معاكم لتقرير عن فكرة تطوير الأداء البدني للعيبة بشكل عام. بيكون في ضغط كبير جدا للمباريات، وبيكون في ضغط للمباريات في الموسم الواحد. عدد كبير جدا من اللعيبة في العالم بيكونوا حريصين إن هم يتدربوا بشكل منفرد مع مدرب يطور أدائهم. بنشوف ده في أوروبا، بنشوف ده في بداية السيزن، في نص السيزن برضو بيكونوا حريصين إن هم بجانب أنديتهم يكون في تدريبات برايفت علشان يزود اللياقة البدنية الخاصة بيه كمان بشكل أكبر. ده بيزود الفتنس أو الجانب الخاص باللياقة البدنية للعب في أرض الملعب. لكن إيه فايدة ده على اللعب؟ إيه هي طرق التدريب اللي تناسب كل لاعب بوزنه بحالته البدنية؟ هل ممكن تأثر على التزامه أو على اهتمامه بالتدريب في النادي؟ هل ده ممكن يعتبر أوفرلود أو يكون بيضغط على عضلات اللاعب أكتر؟ كمان هل اللعيبة في البراعم والقطاعات أصبح بالنسبة لهم ضروري الموضوع ده أن هم يتعلموا أساسيات اللعبة؟ خلونا نتابع ونشوف ده في التقرير التالي مع الكابتن باسم سليمان مدرب تطوير أداء اللاعبين، ونرجع لكم مرة تانية. وتطوير الاداء عموما هي الفكره كلها بتيجي ازاي. اللعيب بيلعب ماتش وطول 90 دقيقه هو اكيد هيغلط، الغلطات دي بقى انا المسؤول عنها، ازاي اطورها وازاي اصححها. ممكن نيجي نقول مثلا انديه كتير في مصر ليه ما بتشتغلش على الكلام ده كله. انا معاك ان المدير الفني بيكون معاه 30 لعيب هيشتغل على غلطه، يعني هو مش هيشتغل على غلطه، فهو بيقول الغلطه بس الغلطه دي اللي بيطلعها محلل الاداء. محلل الاداء بيقول غلطه بس مين هيشتغل عليها؟ هي الفكره بتيجي هنا. مثلا لعيب ما بيجيبش جون كتير، عنده حاسه دفاع بعيده، عنده مشكله مثلا في الاستلام، عنده مشكله في الاسكان. لعيبه كتير في مصر وحتى هي بتجري عينها على الارض، بتستلم الكره عينها على الارض، لازم اهم حاجه عيني مرفوعه عشان تبقى شايف كل اللعبه. فهو تطوير الاداء عموما انت بتزود معدل التهديف، بتعالج الاخطاء. تطوير الاداء هو معالجه كامله للاخطاء. ازاي يلعب؟ عندنا بنشوف مثلا لعيبه كتير، بنشوف لعيبه كتير بره في اوروبا عندها مدربين خاصه، مثلا زي نجمنا المصري محمد صلاح. التالق الكبير اللي هو وصل له دون وصل له من تطوير الاداء، مدرب خاص ليه، تعالى لا اللمسه دي غلط، الفينش ده غلط، المفروض تفتح بطن رجلك، تقفل بطن رجلك. كل ده اللعيب بيشتغل على مثلا الاستلامات، عنده مشكله في السكاننج، عنده مشكله في الشوتينج، بيشوط غلط. يعني مفيش حد بيشوط ضعيف، بس يصير صح، واحد بيشوط صح واحد بيشوط غلط. عدة الجسم مثلا الهيدرز، ناس كتير بتخاف تلعب بدماغها، ناس كتير مثلا الكوره العاليه ما تعرفش تستلمها، حاجات كتير قوي. الحاجات دي سهله جدا بس طبعا مفيش حد اشتغل عليها قبل كده، عشان كده اللعيب بيغلط فيها كتير. بس ده طبيعي، لازم يتهموهم عشان تنظيم الحمل. لو اللعيب منظم الحمل ومظبط اكله ومظبط نومه وحمل مع النادي، انا اشتغلت النهارده مثلا فتره الموسم طالما بدات ما ينفعش اقرب من البدني النهائي. عندنا مثلا زي عمار حمدي مثلا اشتغلنا على الجون بتاع بيراميدز اللي هو جابه في بيراميدز، جه اشتغل عليها قبل الماتش بثلاث ايام والحمد لله راح نفذها وكلمني بعد الماتش على طول. فهي الفكره بتيجي من هنا، انت بتشتغل على حاجه معينه في مركزك، ما بتشتغلش بره مركزك، كل اللي بيحصل في مركزك بتشتغل عليه. يعني هو من اول ثلاث سنين انت بتشتغل، بس ما بيدخلش بدني، بندخل كوره. امتى بندخل بدني؟ وازاي بندخل بدني؟ اللعيب المرحله السنيه بتاعته هي اللي بتطلب اللعيب ده يخش له بدني ولا ما يخشلوش بدني. يعني مثلا لعيبه صغيره كتير في السن، صغير في السن، بنشوف طبعا حاجات كتير بنشوفها على النت، ان الراجل بيخليه يطلع جبل، ان هو مثلا بيجروا سبرنتات، الحاجات دي كلها. هو الراجل صغر سنه وعايز يتمتع بالكوره، اديله سكيلزات كتير، اديله مهارات كتير جدا، خليه يتعلم وينبسط، عشان لما يجي يكبر هيبدا يدخل له البدني. بس مش هقدر ارجع الكوره خدها وهو صغير، خلاص اشتغلها كتير، خد تكرار، الكنترول بقى سريع عنده. لعيبه بنشوف لعيبه كتير صغيره في السن الكنترول بتاعها خطير، الناس دي لازم يبقى فيه اهتمام عليها. كرة القدم المصرية وإصابة، يعني هنقول من أصعب الإصابات دايما
بيتعرض ليها اللعيبه وهي اصابه الرباط الصليبي، بتعتبر اصابه الرباط الصليبي من اخطر الاصابات اللي بتواجه لعيبه كره القدم وللاسف متكرره، يعني ممكن تصاب في الموسم ده، ممكن لا قدر الله بعدها بسنه تصاب تاني، وده يعني ممكن تشوفه في الملاعب المصريه او الملاعب خارج البلاد. طبعا في الملاعب الاوروبيه ممكن تلاقي اللاعب ممكن يعمل 3 عمليات رباط صليبي ويرجع يمارس كره القدم مره تانيه. الحقيقة أن إصابة الرباط الصليبي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والمثير أن بعض اللعيبة بيتعرضوا للإصابة دي زي ما بقول لكم أكتر من مرة، وبترتبط الإصابة بفكرة أنه أصل أرضية الملعب مش كويسة، لا أنه أرضية الملعب نجيل صناعي ولا نجيل طبيعي. التفاصيل دي كلها بتدخل كجانب أو أسباب أخرى خاصة برضو بقوة عضلات اللاعب، علشان بقى نعيش معاكم تفاصيل أكتر ونتعرف على إصابة الرباط الصليبي أسبابها. خلونا نشوف التقرير ده اللي عملناه مع الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي، ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم، انتظروا. طبعا المفصل بتاع الركبة ده فيه أجزاء كتير من جوه، فيه حاجة بنسميها الغضروف الهلالي، الهلال الداخلي والخارجي، فيها غضروفين وفيها رباطين، رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي، وفيها رباطين من الجنب، واحد بنسميه رباط داخلي ورباط خارجي. كل دي احنا بنسميها عوامل ثبات او عوامل اتزان بالنسبه للركبه. بيحيط بيها من قدام عضلات بنسميها العضلات الاماميه، ومن الخلف عضلات اللي هي العضلات الخلفيه اللي جايه من الفخذ من فوق. كل دول مع بعضهم بيعملوا ثبات للمفصل بتاع الركبه. وفي عندنا في الغالب بتبقى الاصابات اللي بتحصل بتبقى مشتركه، يعني صعب قوي ان اللعيب يحصل له اصابه منفصله، او قليل نسبه قليله انه يحصل له رباط صليبي لوحده او رباط صليبي او رباط داخلي لوحده. فممكن مع دايما احنا بنشوفها على طول بنلاقي مثلا رباط صليبي امامي في الغالب بيبقى معاه قطع بسيط في الغضروف الداخلي او الخارجي. اولا طبعا العلاج بيبقى على حسب الاصابه نفسها. لو احنا مثلا قلنا ان في مثلا رباط داخلي لوحده بيبقى ليه درجات، او رباط خارجي بنقسمه 3 درجات، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. في الغالب الدرجه الاولى والدرجه الثانيه من التمزق بتاع الاربطه اللي هي لوحديها اللي بره، ده ما بيحتاجش علاج جراحي، بيحتاج علاج تأهيلي. لو عندي غضروف على حسب برضو إصابة الغضروف، غضروف ده ليه أنواع كتير أو من القطع، حتى احنا بنقسمهم قطع حاجة اسمها ريديال وحاجة اسمها فلاب ومقطوع بالعرض ومقطوع بنسميه فيه قطع بيبقى قوي جدا بنسميه احنا الباكت هاندل أو بنسميه الايد بتاعت الدلو عشان شكله بيبقى القطع كده. وفي الغالب الحالات دي كلها بتحتاج تدخل جراحي. تدخل جراحي برضو على حسب المشكله الموجوده في الغضروف. لو انا عندي عضله اماميه قويه بحافظ عليها وبخش الجيم باستمرار وبعمل استشفاء وما بعملش ستريس او ضغط على الرباط الصليبي في خلال التمارين، لان في بعض المدربين او بتوع الاحمال وهو بيشتغل بيعمل ضغط نفسه على الرباط الصليبي. يعني في تمارين معينه تعمل زي مثلا الكنزات اللي بتبقى قريبه من بعض، اروح كده واجي كده بعمل انا حمل على الرباط الصليبي، والحمل المتكرر ده بيعرضه للقطع مع اي مع اي مشكله سواء في الملعب او او احتكاك. ففي الحاله ديت العضله الاماميه والعضله الخلفيه والعضله السمانه دي مهمين جدا في التوازن، ولو اللعيب اهتم بيها بيبقى مدى تعرضه للاصابه للرباط الصليبي بيبقى ضعيف جدا. طبعا كلها امور هامه في عالم الساحره المستديره، وبالتاكيد كل اللعيبه لازم ياخدوا بالهم على قدر الامكان، لانها للاسف اصابه متكرره اصابه الرباط الصليبي، واللي بتاذي اللاعب وبتخليه يغيب كتير عن الملاعب، وطبعا يفقد جزء كبير جدا من مستواه المعتاد عليه. بنتمنى السلامه لكل اللعيبه وما يتعرضوش لاصابات الفتره القادمه، وفي نفس الوقت نتعلم من الدكاتره ازاي ان هم يتجنبوا اصابه الرباط الصليبي والاصابات الاخرى. نروح معاكم دلوقتي للكرة العالمية. النهاردة في مجموعة مهمة من المباريات، أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني في الجولة الـ11 هتكون كالتالي. برشلونة هيكون على موعد مع ريال مدريد الساعة 4:15 العصر.
أما أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في الجولة العاشرة، فالمباراة الأولى هتكون الساعة 1:30 الظهر، هتجمع ما بين تشيلسي وبرانفورد. أما عن المواجهة الثانية فأرسنال هيكون على موعد مع شيفيلد يونايتد الساعة 4 العصر. وآخر مباراة الدوري الإنجليزي اليوم هتكون ولفرهامبتون في مواجهة نيوكاسل الساعة 6:30 مساء. أما عن أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي الجولة العاشرة، يوفنتوس هيكون على موعد مع هيلاس فيرونا الساعة 9:15 مساء. أما عن الدوري الألماني فأبرز مباريات اليوم في الدوري الألماني في الجولة 9، بايرن ميونخ هيكون على موعد مع دارمشتات الساعة 3:30 العصر. ومباريات اليوم في الدوري الفرنسي الجولة العاشرة الساعة 9 مساء، لانس هيكون على موعد مع نانت الفرنسي. النهاردة واحدة من المباريات اللي كل الناس بتستناها، وهي مواجهة الكلاسيكو الإسباني ما بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 11 من الدوري الإسباني، مباراة بيدخلها ريال مدريد وهو في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر واللي لعب مباراة أكتر منه. برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفرق نقطة عن ريال مدريد. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن مباراة الكلاسيكو ونرجع. عودة ليكم مرة تانية، لسه نستكمل معاكم فقرتنا في صباح اون تايم. وصلت معاكم للتوقيت اللي بنستعرض فيه أبرز أخبارنا في فقرة اون فاير نيوز. أول أخبارنا هتكون عن النادي الأهلي، وبفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ما بين الثنائي أكرم توفيق وكريم نادفيد علشان يدفع بواحد منهم بدلا من إمام عاشور في مباراة الفريق اللي جاية أمام سان داونز بكرة الحد. كمان تأكد غياب إمام عاشور عن مواجهة سان داونز الجنوب إفريقي، وده بعد الإشاعة اللي خضع عليها اللاعب وأكدت إن هو محتاج يستكمل برنامجه التأهيلي، وده أدى طبعا لإن هو ما يشاركش في المنافسة. تحدث جوان كيكانا مدافع سان داونز عن مباراة فريقه أمام الأهلي المصري، قال في تصريحات نقلتها صحيفة سيتيزن الجنوب إفريقية: يجب حسم المباراة أمام جماهيرنا قبل الرحلة، طبعا ده هيكون لمصر لمباراة الإياب الأسبوع اللي جاي يوم الأربعاء. كمان بيقول: هنحاول بالتأكيد إن احنا نبذل قصارى جهدنا ونحصل على نتيجة إيجابية، لأن احنا عارفين إن الخروج خارج أرضنا مش أمر سهل علينا خاصة في مصر، وهنواجه جحيم في القاهرة، وشهدنا ده الموسم اللي فات في دوري أبطال إفريقيا. بيقول: كل شيء بيصبح صعب، لكن أعتقد إن احنا عندنا لعيبة ناضجين بما فيه الكفاية علشان يقدروا يقدروا الموقف، وده لما هنلعب مع الأهلي هنا على أرضنا. عايزين إن احنا نحصل على نتيجة إيجابية علشان نتمكن على الأقل من التقدم للأمام قبل مباراة الإياب. كمان عن مواجهة مواطنه بيرسي تاو، قال: المجاملات هتتطور توقف لمدة 90 دقيقة ضد زميلي الدولي، لم أتحدث إلى بيرسي، ولكن من المحتمل أن أراه يوم الأحد عندما نلعب. نروح معاكم لأخبار نادي الزمالك، وقرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللعيبة راحة لمدة 48 ساعة، ده بعد مباراة أمبي واللي خاضها الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز. هيستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري. كمان تعرض فريق الزمالك للخسارة أمام أمبي بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بالأمس، علشان يتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط ويحتل بيهم المركز الرابع. كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة اللي تعرض ليها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة أمبي بمسابقة الدوري. أوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لإشعة على القدم علشان يحددوا حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب بيعاني من كدبة لكن مش مقلقة. كمان بيقول الجهاز الطبي حرص على عمل إشعة للاطمئنان على اللاعب، والكدمة مش بحاجة لوضع قدمه في جبيرة. كمان قال إلا أنه شلبي هيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب للاعب.
ومكملين معاكم اخبار نادي الزمالك من عند مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن حسين لبيب، واللي بيسعى لحسم صفقه عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر وضمه الى صفوف الفريق الابيض. جاء سعي مسؤولي الزمالك لضم عمر كمال عبد الواحد بعد ان حصلوا على موافقه اللاعب على الانضمام للفريق الابيض خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير المقبل. وكشف مصدر في الزمالك ان اداره مودرن فيوتشر لا تمانع في رحيل اللاعب في يناير بشرط ان يكون المقابل المادي كبير لشراء اللاعب. استقر كمان مجلس الزمالك على الحديث مع أصوري المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة حول مصير عبد الله جمعة، موقفه من بقاء اللاعب أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. بيرى مسؤول الزمالك ضرورة أن يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات علشان يتم الحكم على مستواه بشكل أكبر، خاصة وأن اللاعب بعيد عن حسابات المدير الفني طوال الفترة السابقة. وعلى الرغم من ذلك اتفق المجلس أن مصير اللاعب في يد المدير الفني. نروح لخبر تاني، حيث وافق أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك على تجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد اللاعب للمقربين منه أنه لن توجد هناك أزمة في تجديد عقده مع النادي، خاصة بعد تولي المجلس الجديد مسؤولية إدارة النادي في الفترة المقبلة. أوضح اللاعب أنه هيوافق على تجديد عقده مع النادي لمدة 4 مواسم، وبيسعى مجلس الزمالك خلال الأيام دي أنه هو يوفر مستحقات اللاعب المتأخرة ومقدم التعاقد علشان يتم إنهاء الملف ده تماما. وحصل أحمد سليمان وحسين السيد عضوي المجلس على الضوء الأخضر من المجلس لحسم بقاء اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة. أما عن أخبار الدراويش الإسماعيلي، فطلب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي من هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي تقرير عن اللاعبين المصابين والمدة اللي بيحتاجها كل لاعب علشان يرجع يشارك مرة تانية في التدريبات. بيعاني الإسماعيلي من غياب كل من محمد مخلوف وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومي اللي بيخضعون حاليا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابات اللي بيعانوا منها. كمان أثبتت الأشعة اللي خضع عليها محمد مخلوف معاناته من تمزق في العضلة الضامة بيغيب على إثرها 2 أسبوع. وبيعاني أحمد عادل من كسر في وجه القدم أبعدته عن مباريات الإسماعيلي الماضية، وبيخوض برنامج تأهيلي للعودة مجددا. بيعاني كمان الثنائي محمد عمار ومحمد بيومي من شد في العضلة الخلفية. أما عن فريق المصري البورسعيدي، فبيخضع ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي لفحص طبي علشان يحددوا حجم إصابته ومدة العلاج، وده بعد تعرضه للإصابة على هامش مشاركته في تدريبات الفريق وطبعا مشاركته في اللقاء الأخير أمام بيراميدز من دوري نايل. من ناحية تانية تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي كرنيهات ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وده بعد انتهاء أزمة توقيعهم لناديين في نفس الوقت بشكل ودي بعد ما نادي الزمالك أنهى الأزمة مع فريق المصري البورسعيدي. مشاهدينا لسه عندنا كلام ولكن فني وتحليلي مع ضيفنا اللي منورنا النهارده بعد الفاصل الكابتن عادل عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق. انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا دلوقتي الكابتن عادل عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق. بنرحب بحضرتك يا كابتن عادل، صباح الفل عليك. صباح الخير يا فرح، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كابتن. وطبعا في البداية امبارح شفت وتابعت مباراة نادي الزمالك وام بي سي. تمام. كنت انا مع بعض النجوم القدام برضه زمايلي، كنا قاعدين بنتفرج على المباراة. كان نفسنا نكسب، يعني كان يبقى ايه الماتش اللي قبليها كسبين 5-1 بعد يعني نقول ايه نجاح المجلس المؤقر اللي مسك. لكن امبارح الظروف المباراه ما كانتش صالحنا شكلا وموضوعا يعني. ف انبي امبارح عمل مباراه جيده جدا، امتلك المباراه، وصل كتير ضيعه. احنا كان في
شبه بعض اللعيبه مغيبه. تشكيل ما فيش في راس حربه. يعني انا مش عشان كسبت 5-1 الماتش اللي فات يبقى ان انا اجي العب يوسف اوباما فيرود راس حربه صريح. الديفنس في مشكله كبيره جدا. خط النص مش عارف هو عايز ايه او يعني لما الكره تيجي لعبه في نص الملعب مش حاسين ان هم دول هيعملوا حاجه لقدام. بلاي ميكر امتلكت فرقه انبي امتلكت المباراه. قدرت ان هي توصل للجون، قدرت ان هي تهدف. احنا تعادلنا. انا في رايي الشخصي وفي راي الناس اللي كانوا موجوده معايا يعني ان البنالتي ممكن ما كانتش تحسب. يعني حتى انا مستغرب لعيبه انبي ما اعترضوش اعتراض، ومحمد عادل في لحظه وهي الكره لسه بتنزل الارض صفر. يعني ما اداش فرصه رغم ان البعض يا كابتن عادل قال انه البنالتي يعني صحيحه 100% ما كانش عليها اعتراضات كتير. انا بقى كنت معاكي معايا طبعا نجوم قدام يعني مش قليلين كمان. حماد عبد اللطيف، نصر ابراهيم، محمد سعيد. لا انا بتكلم على الجانب التحكيمي. احنا موجودين. احنا يعني بصينا عليها. لا يعني لو هي تعادت في الفار وطلبنا فيها كلام تمام. مش عارف الفرقه كان فيها ايه. يعني انا بستغرب السؤال هنا يا كابتن. وسوري قال كلمه بالظبط. هو الموضوع ليه علاقه باللعيبه ولا ليه علاقه بطريقه لعب ولا بعدم ثبات تشكيل ولا بمدير فني لغايه دلوقتي لسه مش عارف هو عايز يخرج ايه من اللعيبه دي وعايز يطلع بايه من كل مباراه ولا ما بيدرس الخصم بالشكل الكافي؟ جميل. انت يعني قصرت المسافه في الكلام اللي انا اقوله. ماتش اللي هو بتاع بطوله افريقيا جيبوتي اللي مع جيبوتي فرقه بتاع جيبوتي اللي لعبناها أرتا سولار. انا قلت كان في قناه من القنوات قلت لازم المدرب ده يمشي حتى لما نكسب هنا. وكنت قبل ليله المباراه كنت انا موجود في يعني في النيل سبورت وبتاعه وكان حصاد اليوم او اصداء الملاعب. قلت لازم بقى تكسب ان شاء الله هتكسب يعني فرق اللي هو يعني قلت مش اقل من 3-4 وقد كان. فكان لازم بس ما كانش فيه اللجنه اللي موجوده. لان اللجنه الموجوده بتدير امور لكن مالهاش حق ان هي ايه ما اتخذتش قرار ما تقدرش تاخد قرار. فقلت اكيد المجلس لما يجي الجديد 100% هيكونوا عاملين حسابهم ان محضرين مدير فني غالبا وده اللي هيحصل يعني في فتره التوقف في التوقف اللي حصل. الله ينور عليك. فقلنا لما كسبنا 5-1 كان دي نوع من انواع الايه الوهم اللي احنا عشناه مباراه امبارح. افتكرنا ان انبي ممكن سموحه مستسلمه. احنا بنلاقي فرقه مستسلمه سموحه مستسلمه جدا 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 فقدرنا نكسب 5-1. فماتش امبارح سوري مش عارف هو عايز ايه بالظبط. من هل هي اللعبه دي اللي بتنفذ لك لفكرك انت الفكر بتاع المدير الفني اللي ما اتغيرش من مباراه لمباراه. لان لازم قبل اي مباراه يدرس الايه الفرقه لاعبها. يكون مثلا بعت امال الجهاز المساعد ايه؟ الجهاز المساعد معاك ويكون معاك اجهزه من الجهاز المساعد بعض الناس اللي يقعدوا يتفرجوا على مباريات الفرقه اللي انت هتلعبها المباراه الجايه او انت محضر المباراه السابقه بتاعت الفرقه اللي انت هتلعبها الماتش الجاي الماتش الاخير كان بتلعب مع مين؟ اقعد احفظ اللعيبه. لا والجهاز المساعد اللي مع مستر اسوري جهاز محترم جدا. على عيننا وراسنا. يعني على عيننا وراسنا. على عيننا وراسنا. انا مش عايز افتح كلام كبير تقيل. تقيل جدا لو قلته ما مش عايز اعلو حاجه. انا بقول الحقيقه. انا في رايي الشخصي كل ما كان الفتره السابقه لازم ايه تترحل مع السلامه. يبقى في فتره جيده جدا هتبقى لازم كله جديد من اجهزه فنيه. انا اتكلم على الكوره بس مش هتكلم على الكوره. لعيبه جديده الكيد ان شاء الله ما يدفع الفلوس ويبقى فيه خير. اللعيبه لازم استثناء القوام الاساسي فقط للفريق. ده طبيعي استبدال قوام اساسي. اللعيبه اللي هي ما بتلعبش الا عشان مش عارف خالص. ايه او ايه ولازم اللي قعد مثلا عبد الله جم موجود ليه؟ لا ما تشارك خليه يشارك عشان نوصل لايه مرحله ان هو وصل لايه او خلاص او 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 او
هتستفيد منه ولا يشوف حته تانية. ففي خلل ادى الى ان ايه انبي تكسبك بهذا الشكل اللي حصل بقى. تمام. فلازم، ودي انا عارف عندي احساس ان المجلس الجديد هينجز في موضوع ان هو ايه يغير الجهاز. الجهاز لازم يتغير خلاص، سوري، وصل لمرحله ان احنا لا ما ينفعناش. حتى لو كسبنا الماتش الجاي هي القصه كلها خلاص، هو ده ثبت للجمهور المصري وجمهورنا الزمالك يعني المصري ان هو ان اسوري خلاص. حضرتك شايف انه الافضل والانسب المرحله القادمه احلال وتجديد كامل؟ جاسكول ده الطبيعي. طيب لو انتقلت معاك للجانب الفني واتكلمنا عن فكرة ان اوسوريو بيكرر خطأه مرة تانية في انه ما يعتمدش على راس حرب، يعني احنا بنتكلم على استنساخ لمباراة المقاولين العرب. ماشي. استنساخ، تمام، انه ايضا لكن كان بشكل مختلف، انه اللي كان راس حرب هو احمد السيد زيزو. ما هو مش نفس عارف. الامر مش عارف بيعمل ليه كده. و نفس المباراة كان لم يتم الاعتماد ولا على سيف الدين الجزيري ولا على ناصر منسي، طبعا يعني بخلاف بقى عدم وجود سامسون اكينولا اللي مش بيشارك. انت مش مقتنع بيهم؟ طب ما يعني الجزيري عامل شغل كويس الفترات اللي بعدها اللي اكتشف اوسوريو ان وجود راس الحربة امر مهم، بيقولوا الوقت وبيقولوا، ولكن بيكرر مرة تانية الخطأ. هل شايف انه فكرة ان انا ما بتعلمش من خطأي او بكرر الامر مرة تانية كأني برد على نفسي، يبقى وجودك ليه؟ طب انت مش عارف انت عايز ايه؟ فايه القصه كلها؟ ما يبقى واضحه مش عايزه هي إيه. انت كده السنه دي، وطبعا والله اعلم الدوري شبه ان هو بيروح منك برغم ان لسه بدري جدا جدا. انا النهارده اركز في جهاز جديد في بعض اللعيبه في شهر واحد جديده، ثلاث اربع اماكن مهمين جدا 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 لازم يبقى موجودين عندنا. وخليك محافظ على البطوله الافريقيه انك ايه تفكر فيها. وكاس طبعا، ويمكن الدوري، بس بقول ايه، انا ما اقعدش استنى بعد اقول بقى يا ريتني. بنتكلم على تعادل في المباراه الاولى امام بيراميدز، بنتكلم على التعادل امام المقاولين العرب، بنتكلم على خساره امام ام بي. وبعدين بقول ما اقعدش 5-1 ما يدكش الوهم ان انت لا بتلعب سموحه مستسلمه استسلام. انا ما شفتش عمري في حياتي ما شفت سموحه بالاستسلام اللي كان في الماتش بتاعه. كابتن احمد سامي كان غير موفق في المباراه خالص بتاتا كمان. فهي القصه كلها ان كان يعني هم لازم يحضروا، اكيد هيحضروا، وهم يعني طبعا ما اعرفش دماغهم ايه، انما انا عارف ان احمد سليمان وحسين سعيد عندهم القدره مع مجلس الاداره ان هم يحطوا او يجيبوا جهاز قوي يقدر يغير من شكل الفرق ويغير من اسلوب اللاعبين. برضو اللعبه المصريه، خلي بال حضرتك، هدخل برضو في قصه المجلس اللي فات. المجلس اللي فات كان فيه خلل كبير جدا جدا جدا، وسبق قلت الكلام ده كتير. جانب التعاقدات مش دي، انا مش اقل من مستوى نادي الزمالك، مش اقل من قيمه اللعيبه الموجوده، انما بقول لا كل لعيب او كل مجموعه من اللعيبه ليها انديه تانية، مش نادي الزمالك. مش كل اللعيبه على الزمالك ده فرح الزمالك والاهلي، خد باقي الكره المصريه ليهم قدر التيشيرت فوق يعني، دول ايه اقرباء المنطقه يعني. صح. انت مثلا بتجيب قفص بيجي فيه مثلا اي فاكهه او طماطم او اي حاجه من الحاجات دي كلها، الفانيلا بتكون ثقيله قوي يا كابتن عشان تختاري الحاجه منها، لازم تنقيها انتقاء يعني. صحيح. لكن النهارده ما بيجيش حاجه مفعصه، حاجه مش عارف ايه يعني تشبيه يعني مش بليغ قوي يعني. لا، الدليل على كده حتى مش تقليلا من اللعيبه، ولكن على مدار حتى لو بنتكلم على الصفقات الاخيره اللي تم انتقالها من الاهلي للانديه الاخرى. تمام. في الموسم ده نفس الكلام لنادي الزمالك، في لعيبه ما قدرتش ان هي يعني تثبت نفسها تماما مع النادي الاهلي وانتقلوا خالص. رغم ان هم كانوا متالقين زي ما حضرتك بتقول في انديتهم. نفس الكلام بينطبق على نادي الزمالك، ما يقدرش يلبس الفانيلا او يتحمل الفانيلا بتاعت الاهلي او الزمالك. صحيح. ده بسبب الضغط الجماهيري، بسبب انه التيشيرت ليها قدرها، بسبب انه عدم الانسجام سريعا. الثقافه القرويه الرياضيه في مصر منعدمه. من ناحيه ايه ثقافه يا كابتن؟ اولا انت بتكلمي دلوقتي، كنت بتفرج يعني وانت في اول البرنامج. اللاعب المصري اولا بياخد ماديات دلوقتي في الانديه الكبيره، بياخد ماديات عاليه. طيب يعني بيبقى عنده مثلا فيلا وفيها جيم خاص بيه، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، الكبيره كلها.
بس دول اللعيبه العالميه دول بعد ما وصلوا ماشي ماشي. انت دلوقتي برضو النهارده اللاعب المصري النهارده بيقدر يجيب مكان عشاء صحيح جداً. صحيح بيقدر صحيح مش بمستوى كريستيانو بس يقدر اكيد بالمبالغ اللي مدفوعه اللي هي اوفر قوي قوي في بعض اللعيبه تقدر اوفر وفي لعبه تقدر بس في مبالغ فيها اوفر جامد قوي. اللاعب النهارده لما بيشوف يعني انا ما يعني انا هقول حاجه بس بسيطه كده يعني خاصه بان الشغل ان انا في الوادي الجديد مع السيد المحافظ فخلاني يبقى اشراف على فريق الكوره بشوف رئيس النادي بشوف الشباب الرياضه الوكيل هناك بشوف اللعيبه المدير الفني بتاعه كده مدير الكوره المدير الاداري بقعد معاهم بقعد مع اللعيبه وبتاع بديهم بعض الايه نقول ايه الحاجات اللي انا شفتها واخدتها بالنسبه لخبرات ازاي اللعيب والمدرب يعمل ايه يوصل لمرحله ان هو ايه يبقى لعيب قوي يبقى لعيب يطور من نفسه والكلام ده. اللعيب النهارده لازم يشوف ظروفه الاجتماعيه ايه شوف ظروفه النفسيه ايه شوف الظروف البدنيه ايه. النهارده لعيب جه نادي الزمالك والاهلي اخد مبلغ وقدره 40 مليون جنيه 50 مليون جنيه 60 مليون جنيه اللعيب بيتصدم يعني حصل بيحصل حاجه هو ما كانش واخد عليها. اللعيب كان اخره بياخد مثلا 100,000 جنيه ليه نفسه بياخد ايه عدد من الملايين. فين الثقافه بتاعت اللاعب المصري اللي هو انا ما احنا لعبنا في لعبنا سنه لعبت في دي اول 10 سنين عشان ابتدي من اول سنه وانا لسه في الناشئين ابتديت اقاوح ابتديت مثلا ايه اجيب عربيه صغيره على قدي وبعدين بعد كده شقه مش عارف ايه. اللي النهارده بيجي يقوم جايب ايه جايب له اديله فلوس يجيب اللي هو كان ممكن ايه بعد في 10 سنين او يبتدي بقى عنده. فاللعيب النهارده لو ما فكرش ان هو محترف يعني ايه محترف بيجي انا النهارده ليه مواعيد اكل مواعيد انت لو متزوج مواعيد معينه للقعده مع الزوجه او 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 التدريب في تقنين حمل التدريب في المفروض الاجهزه الموجوده تعرف تقنن امتى حمل التدريب. انا النهارده ناقصي مثلا سرعات ناقصي مثلا ايه نفس مثلا النفس بتاعي يكون مثلا ايه اقدر اجري في الملعب مثلا عدد من الكيلوات كذا يبقى لازم اعمل العضلات بتاعتي تكون مش عارف ايه اعمل بعد ماتش مش عارف ايه في استرخاء ليه حاجات كتير جدا جدا. محمد صلاح ابتدى من النادي اللايف ستايل الكامل للحياه يا كابتن عادل لعيب رياضي انه علشان حياته تبقى مستقيمه يصحى امتى ياكل ايه كل يروح التدريب يرجع يعمل ريكفري كم مره ريكفري في الاسبوع الوقت اللي يريح زي ما حضرتك بتقول جسمه. هقول لحضرتك حاجه انا وابراهيم يوسف الله يرحمه الله يرحمه كنا في كليه الشرطه في سنه اولى الكليه لعبنا فريق اول يعني احنا عندنا 17 سنه واربع اشهر كده حاجه لان انا اكبر ابراهيم باربع خمس اشهر او ست اشهر. المهم احنا كنا بننام الساعه كام؟ الساعه 10 بنصحى الساعه 6 الصبح بنروح طابور الرياضه او طابور الخياله او 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 طابور اي طابور من الطوابير بننزل ماموريه للتدريب في نادي الزمالك بننزل نروح على الفريق الاول نتمرن الصبح نكون هناك الساعه 9 او 10 وبعدين بروح البيت بريح شويه وبروح تمرين الساعه 3 يبقى انا اتدربت في اليوم ايه مرتين تلاتة. على فترتين ثلاث مرات مستر فاسوفيتش اللي احنا كنا المفروض ناخد الدوري سنه 82 83 كان المقاولين اخذ الدوري السنه دي واحنا كنا الاوقع ناخد الدوري ده كان لما باجي انا بتمرين ابراهيم بيقول عليه في اوفيسر طبعا بالظبط اوفيسر فانت بيقول لي بقى انت اتمرنت الصبح قلت له جريت مع الطلبه الضاحيه او جريت معاهم مثلا ايه حوالي كام مثلا عدد من الساعه الساعه الاربع مثلا فيقول لي طب ايه كنترول مش عارف يعني ايه اديني بعض تمرين بالكوره تهدئه على خفيف زي مع اللعيبه بتاعه كده وبعد الظهر بنزل اشتغل ايه مع اللعيبه ايه الشغل العادي يعني وما كانش فيه احتراف ما كانش فيه احتراف ولا فيه حزنون ولا 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 اي حاجه في اي موضوع ويا دوك الفلوس كانت على قد فكان البدني موجود النفس موجود الصحه موجوده السرعات موجوده الفكر شغال
النهارده لعيب كره في نادي الزمالك خلال الفتره اللي انا اشتغلتها في النادي مع رئيس النادي السابق الاربع سنين وبعد ما سبت النادي ومتابعه طبعا انا بتابع كل شيء في النادي وجيت في اللجنه بتاعت كابتن ايمن يونس وحسين السيد مع الله يرحمه مستر محمد البكري احمد بكري وكان مسك عماد عبد العزيز بعديه اللي هو عماد عبد العزيز وبعدين مشينا بعد 35 بعد ما حصل في بعض حاجات ما عجبتناش اصلنا السلامه برضه. المهم ف بشوف اللعيبه بيتبدلوا فتره واحده. بعض الاوقات المفروض يبقى في فترتين. ده الف ب احتراف لان هنقول اللي مطشه المباريات مضغوطه فبيتمرنوا لا ما فيش حاجه اسمها انت لاعب محترف يعني تبع النادي تيجي الصبح الساعه 8 او 9 الصبح المكان في مكان للعيبه مكان استرخاء وبتاع كده بتسلم نفسك للنادي الايه النادي بتاعك لكن الكلام ده مش موجود. فكرتني يا كابتن بايام الكابتن احمد مصطفى الله يرحمه الله يرحمه طبعا. التوقيت اللي حضرتك بتحكي فيه ده هو توقيت الالف يعني في كل حاجه في كل شيء يعني الف رحمه ونور عليه. فكره الالتزام فكره ان يكون في مدرسه داخل النادي انه اللعيبه اللي يعني حضرتك لو رجعت بالزمن وشفت طريقه تعاملاته في التوقيت ده مع النجوم الحاليين كابتن خالد الغندور كابتن عبد الواحد السيد لما تشوف بيتحدثوا في التوقيت ده تكلموا عن التاريخ عن وهم لسه صغيرين بيبتدوا بيتحط لهم الاسس الصحيحه في كل حاجه في كل شيء. شيكابالا ده وشيكابالا من ضمن برضه اللعيبه اللي كان معاك كابتن احمد مصطفى. شيكابالا ده كان ممكن يبقى احسن لعيب كره مش في مصر في العالم. انا في رايي الشخصي هو احرف من محمد صلاح. محمد صلاح هو احرف منه بس ما خدمش نفسه. ما خدمش نفسه وهو صغير. ده كان ممكن يبقى الامكانيات عاليه عنده ممكن يبقى حكايه من حكايه الزمن او ممكن يكون كان افضل لعيب كره جابته الكره المصريه. لكن محدش تابع حياته ووقف معاه ظروف برضه جه عنده 10 سنين و10 سنين فجاء ما حدش يعني احتضنه الاحتضان اللي هو يخليه دي صح دي غلط لا دي ما ينفعش دي ما تنفعش دي ما تنفعش دي تنفع. انا بقول لك شوف ثلاث حاجات ما تنفعش ودي تنفع. الامكانيات والموهبه ساعات كتير جدا كابتن عادل ما بتكونش كافيه الظروف اللي بتهيئ للاعب اهم بكتير جدا علشان يوصل للنجوميه. هستكمل حديثي مع حضرتك ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير نرجع لحضراتكم مره ثانيه انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية لسه نستكمل فقرتنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الكابتن عادل عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق. عودة لحضرتك يا كابتن عادل مرة تانية. كنا بنتكلم على شيكابالا. شيكابالا من وجهة نظر حضرتك البعض بيقول لا يبتدي المباراة من البداية ويلعب التسعين دقيقة. هل حضرتك مع أم ضد؟ شفت شيكابالا امبارح إزاي وهل بتفضل له إنه يشارك المباراة يعني كاملة ولا لا يشارك في 30 دقيقة فقط سواء كانوا في الشوط الثاني أو الأول؟ هو امبارح الشوط الاولاني نص الساعه الاولاني كان يعني كان فرقه انبي كانت هي اللي ايه مستحوذه وعامله الشغل فشيكابالا ما ظهرش بال يعني بالشكل اللي جينا في الاخر ربع ابتدى كان المفروض في اول الشوط الثاني بعد 10 دقائق كان لازم يتغير يتم التغيير مفيش افصال. شيكابالا مواليد 86 لو جينا حسبناه بالورقه القلم دلوقتي عنده 37 سنه. تملي السن الكبير بيكون عشان اوصل لسن كبير والعب ل 40 سنه وكده زي حسام حسن وناس كتير وطبعا كريستيانو رونالدو عنده مواليد 85 برضو بتاع بيراميدز عبد الله السعيد 85 احمد فتحي محمد 84 انا بقول لك الاعمار بيكون انت البدن بخلاف حراس المرمى يعني حراس المرمى ده بيبقى حاجه شاذه يعني صحيح. الـ انت لو من الاول البدني بتاعك من الاول وظروفك الحياتيه بما فيها كل حاجه تمام من الاول انت ممكن تلعب لسن 38 زي كابتن حسن شحاته مثلا و و و انما برضو انا قلت الوهم بتاع ماتش 5-1 ده اعتقد سوري ان هو ممكن شيكابالا يكمل المباراه فكان هو كمان تاخير برضو امبارح التاخير بتاع اللي حصل
في عدم نزول الناس في ال 30 دقيقه الاخيرين او النص ساعه الاخيره دي مشكله. ابتدى هو بيفكر بعد ما عدى 70 دقيقه وناقص 20 دقيقه. حضرتك شايف ان اوسوريو في اكتر من كلامك او في اكتر من موقف انه مش بيقرا الامور صح جدا، مش بيقيم جداً الامور جداً صح جدا جدا جدا. مش عارف ايه لغايه ده من ساب حتى مش من يعني من يعني انا مش عارف جه ازاي يعني. ده برضو ما احنا في مدربين فتره من الزمن جت نادي الزمالك ما تعرفش جت ازاي ومشيت ازاي، واخدت فلوسها ولا ما خدتش فلوسها، وماضيه ولا مش ماضيه، مش عارف. كلام كبير هقوله كتير. انا بتكلم افضل نوعيه مع نادي الزمالك من المديرين الفنيين يا كابتن عادل، انهي نوعيه؟ هل هي نوعيه جروس ولا نوعيه باتريس كارتيرون ولا نوعيه اوسوريو ولا نوعيه المدير الفني المصري فيريرا ولا فيريرا؟ فيريرا. بس فيريرا ولايتين، هنتكلم على انهي ولايه فيهم؟ الولايه الاولى 2014 15 اللي خد فيها الدوري والكاس، وكنا هناخد ايه البطوله الثالثه لما بس اخد كهربا كوره راح ضرب ضربه الجزاء اللي هي كان قدام الاهلي سوبر مصر. فيريرا من المدربين الاذكياء جدا جدا. لما جه السنه بتاعت اللجنه اللي هي قبل ما يجي رجع رئيس النادي تاني اخد بطوله الدوري، يبقى اخد بطولتين دوري، واحد 2015 وواحد 2021. السنة اللي هي اللي اتغير فيها بقى اللي هي التانية كان ابتدى ايه الدخول في امور بتاعته كتير. فطبعا هو لما كان بيتساب يعمل الشغل بتاعه مظبوط ومحدش يتدخل بدون تدخلات، مفيش تدخل في اي حاجة كان، فهو عاند، وانا بقول وعارف بقول ايه، عاند التدخل الكتير اللي حصل فحصل اللي حصل. لكن انا دي بعتقد ان هي دي احسن فتره لنادي الزمالك، بدليل انت اخذنا الدوري ال 14 واخذنا بعد كده السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت تكمله للي عمله. شفت انه جراس عايش جماهير نادي الزمالك في وهم كبير جداً قوي وما قدرش في الاخر يتوج ببطوله الدوري؟ كبير، لان برضو مش هو برضو يعني برضو ما يعني ما جاش قرا الفرقه كويس. هقول لك حاجه، بصي انا اللي اعرفه في لجنه كوره تتعمل زي بيقول الكتاب، مش لجنه كوره تتعمل كالهوى، على هوى اشخاص معينه، على هوى اشخاص رئيس نادي او ابن رئيس نادي، انما فاهمين ايه اللي بينقص نادي الزمالك زي ما حضرتك بتتكلم في الجزئيه دي الخاصه بلجنه الكوره؟ لجنه الكوره نادي الزمالك لا يمتلك مدير للتعاقدات، ولكن هو مدير الكوره المسؤول عن كل شيء، المسؤول عن التعاقدات. ستوب ستوب ستوب، لا لا، لجنه الكوره هي اللي بتختار. صحيح، مدير الكوره بيتابع الشغل اللي عاملاه لجنه الكوره، يتابعه وينفذه مع الفريق الاول وحسب ما يتراءى ليه والرئيس النادي. ما هو ده ما كانش موجود. طب ما هو كانت الدنيا متلخبطه، ما انا قلت حتى ما قلت في سبعه كانوا في لجنه الكوره ايام كذا كذا، سبعه دول اسماء كبيره. توصلوا لمرحله ان انتوا مالكوش لازمه ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ اولا ولا محتاجين فلوس ولا محتاجين شهره ولا محتاجين كذا، فكانش ينفع ابدا ليه من حصل. فالمهم انا اللي اعرفه لجنه الكوره لازم تكون من اللجنه اللي هتتعمل ان شاء الله، الكابتن احمد سالم هيعملها طبعا وكده، هيبقى لجنه محترمه، لجنه هتعرف تجيب لعيبه كويسه جدا جدا، ويكون كل مسؤول يعني كل بوزيشن مسؤول عن جانب او بتاعه. جزئيه مهمه، يكون في مدير للتعاقدات، يكون في مدير كوره، يكون في حد بيتابع الامور الخاصه بان هو مثلا يدرس المباريات زي ما حضرتك بتقول، الجانب الخاص بتقييم اللعيبه، كل الامور دي يكون. وحاجه ثانيه برضو هقطع كلامك، لازم يكون في ناس في لجنه كوره بتعين ناس معينه 3 4 من اللعيبه القدامى القدامى اللي هم بيقدروا يروحوا يتفرجوا على مباريات بتاعت مثلا الدوري الممتاز به. ليه؟ لان النهارده انت مهاجم، انت النادي ما فيش الماليات عندنا ايه في الوقت الحالي شبه ايه يعني ضعيفه، ما عندناش الـ 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 الحاجه ان انت ايه مثلا تدفع 30 ولا 40 بتاع. ففي لعيبه في الدوري الممتاز به بدليل ان غالبيه اللعيبه بتلعب في الدوري العام، في الدوري اللي هو الدوري النيل، كلهم اللعيبه من ممتاز به وقسم ثالث. فهي القصه كلها، انا النهارده لما اجيب مجموعه من المدربين اللي موجودين في اللي هم كشافه، ما انا اقول لسه بقى
كم واحد موجود في مدرسه الكوره وفي اللجنه الفنيه في سوري في اللجنه الفنيه في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي؟ عدد غير عادي. كل واحد عايز يشتغل يروح له إيه؟ لجنه فنيه، لجنه فنيه. الناس دي دورها ايه؟ دورها لا، ده كان لازم ليها دور. وانا قلت له الكلام ده صحيح. والله العظيم قلت له الكلام ده 2016. وده يرجعنا للجزئيه بتاعه ان حضرتك بتقول انه كل مدير فني يكون عارف بيختار ازاي، والدليل على كده واحد زي الكابتن احمد عبد الرؤوف بعد انتقاله او توليه القياده الفنيه لفريق بلديه المحله، الراجل شاور هو عايز مين، هو عايز حسام اشرف، هو عايز ماجد هاني، هو بيختار لاعب باسمه لانه درب اللعيبه دي، عارف امكانياتهم، شافهم ويقدر يعمل بيهم ايه. بس هي دي القصه. لكن النهارده هتروح مثلا النهارده انت بتابع لي بس بتوع الدوري الممتاز الف؟ لا، ده في الممتاز بي والله، والقسم الثالث لعيبه تتفوق. صحيح، انا مع حضرتك 100%. بس هو مش على ايه؟ مش على الايه؟ الشاشه. صحيح، او مش على الضوء، او مش على الاضواء يعني. دوري المحترفين الف الفتره دي اعتقد من متابعتهم على شاشه اون تايم سبورت هيفرق، وهيدي الفرصه لعيبه كتير جدا ده بالتاكيد يعني على الاقل لازم متابعته. صحيح. لا عشان انا النهارده يبقى اصل قصه كوره هي دي منظومه غير عاديه. النهارده لما مثلا لما كنا بنلعب احنا طالعين ناشئين بتاع وكده، لما بنجيب حد من بره ما كانش فيه بقى الاحتراف، يبقى في ناس من القدام بيروحوا بيسمعوا عن لعيب اسمه كذا كذا كذا، بيروحوا يتفرجوا عليه ماتش واثنين وثلاثه، مش ماتش واحد، بحيث ان ايه فعلا ده اللي يصلح يلبس الفانيلا البيضاء ولا لا. صحيح. كابتن عادل، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمزه المثلوثي، تعليق حضرتك. صعب خالص، صعب كلمه صعب، حط كلمه صعب دي تحتها اف خط. التوليفه ولا تقصير من اللعيبه؟ المستوى الفني مش الاندماج، المستوى الفني يعني نادي الزمالك على مدار سنوات طويله كان في ثنائيه ما بين الونش وما بين محمود علاء. الونش كان شايل مع محمود علاء، شايل محمود علاء وشايل كتير. الونش كان شايل لان محمود علاء كان بيطلع مثلا قبل ما بيرجع الونش شايل ورا. تمام، بس محمود علاء يا كابتن عادل برضو علشان نكون واقعيين مع فريق الاتحاد السكندري قدم موسم من اروع المواسم، مع فريق الاتحاد السكندري. صحيح، رجوعه نادي الزمالك خطا. خطا، وهو هو غلطان انه رجع نادي الزمالك بالشكل اللي انا شفته امبارح. هنتقل مع حضرتك للنادي الاهلي ونشوف الحاله والروح والحماس الشديد اللي عايشه جمهور نادي الاهلي بيستعد لمباراه غدا ان شاء الله ما بين النادي الاهلي وفريق سان داونز، نقول الخصم اللدود العنيد امام النادي الاهلي والممتع في نفس التوقيت. طبعا طبعا. وجهه نظر حضرتك ورؤيتك للمباراه هتكون عامله ازاي؟ طبعا قبل اي شيء انا بتمنى ان شاء الرحمن ان النادي الاهلي يكسب هناك كمان، مش نقول بقى ان ايه نتغلب واحد ولا لا، ان شاء الله يكسب. لان النادي الاهلي يعني هو اللي بيمثل مين؟ بيمثل مصر. صحيح. يعني احنا الكره معموله ليه؟ اهلي وزمالك واسماعيلي و لمصر. صحيح. فمصرنا الحبيبه غاليه علينا جدا 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 جدا، بنفخر باي نادي يوصل لاي مرحله من المراحل اللي هي العاليه. لان طبعا النادي الاهلي حاجات كتير تدرس، حاجته تدرس، لجنه فنيه محترمه، رئيس نادي محترم، فرقه محترمه جدا جدا، اعضاء مجلس اداره محترمين، فقدروا هم يسعدونا وان شاء الله يسعدونا بكره. عشان برضو احنا احنا بقى لنا فتره الكوره في مصر او كره في الكوره الدول العربيه بتعلى، واحنا حل كسب برغم النادي الاهلي عامل فرق معانا في البطولات الافريقيه. فانا عايز ان شاء الله بكره لعيبه الاهلي يحسوا بالمسؤوليه بتاعت بلدنا دي، ان احنا نقدر نتغلب على سان داونز. سان داونز فرقه مش سهله، جمهورها مش سهل، عارفه ان هي بتعمل ايه شغل قوي مع النادي الاهلي، فتحس ان هم ايه يعني عندهم يعني عارفين هم بيعتقدوا ان هم اعمار قليله، سرعات عاليه جدا. المدير جدا الفني لفريق سان داونز كابتن عادل بيراهن على مباراه الذهاب انه عايز يخرج بافضل نتيجه ممكنه في مباراه الذهاب. ان شاء الله يكون صعب، وطبعا يكون يعني خيبه امله في القصه دي كلها. لا الاهلي ممكن ان شاء الله بكره يعمل ماتش كويس، ولو ان شاء الله لا قدر الله يبقى تعادل ان شاء الله. وانا عارف ان الاهلي على قد المسؤوليه وقد ان هم بيطلع بره،
وكان الزمالك كده على فكره. الزمالك كان كده برضه. الزمالك في وقت يعني ماتش جيبوتي ده ماتش قلنا يا نهار ابيض 2-0 هناك وجيبوتي يا نهار ابيض. لا المسؤوليه بتاعت اللعيبه ريمونتادا قويه مش نادي ولا لجنه ولا بتاع. لا اللعيبه صحيح اللعيبه تملي لعيبه الكوره هم اللي بيفرقوا مع المدير الفني ومع النادي. صحيح كابتن عادل نورتك. الله خليك. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. نستمتع دايما بوجودك في صباح اون تايم. شكرا جزيلا نورتنا. الله خليك. مشاهدينا وصلت مع حضراتكم لنهاية حلقتنا والتوقيت اللي استعرض معاكم أبرز تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهاردة. أبرز التعليقات جت كالتالي. أنور بيقول أتمنى تعاقد المصري مع بنزيما. أما يوسف بيقول محمد صلاح للأهلي. رحمة محمد السيد أتمنى تعاقد الزمالك مع نيمار. أما سامح علي بيقول هالاند. بس ما قلتش فريقك يا سامح. طيب مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم للتوقيت طبعا اللي بنختم فيه حلقتنا كان منورنا فيها النهاردة. ضيفنا الكابتن عادل عبد الواحد لاعب نادي الزمالك السابق. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس. أشوفكم غدا بإذن الله وحلقة جديدة من صباح اون تايم. ويومكم خير وسعادة وفرح.